انا عندي 29 سنة ومتجوزة بقالي 3 سنين. الحكاية ان احنا اتجوزنا صالونات، انا وجوزي وصالونات، بس احنا حبينا بعض جدا، يعني مثلا اكتر من ناس كانوا مرتبطين من سنين. هو حد كويس محترم لدرجة ان عيلتي كانت بتحسدني عليه. بعد الجواز يعني يعتبر من اول يوم جواز، من يوم الفرح، يعني كنا عادي جدا. من بعد ما الناس مشيت كان حد عادي جدا، قعدنا اتكلمنا صلينا مش عارفة ايه، عدى اول يوم تاني يوم تالت يوم، حياتنا عادية، يعني حياة اللي هي اكن ناس متجوزين بقالهم 20-30 سنة بالظبط. وكنت عادي من كتر ما انا بحب بقول عادي، اكيد هنلكد على بعض في الكلام في المعاملة في كل حاجة، رغم ان احنا اصلا كنا عاقدين على بعض في الكلام وبنحكي وكل حاجة. بعد اول شهر جواز عرفت ان هو بيكلم حد تاني، والحد ده كان هو مرتبط بيه قبل ما احنا نتجوز. واجهته واعتذر، وانا كنت بحبه جدا فسامحته وقلت حرام يعني ما خربش بيتي على موقف هو حلف فيه وانا بصدق حلفانه جدا، اللي هو خلاص عدى الوقت وبقيت حامل. وكل الفترة دي احنا يعني مش بنبقى في مكان واحد مع بعض، هو مثلا بينام في مكان في اوضه وانا في اوضه تانية خالص، وده كان بقراره هو علشان ما قلقكيش وانت نايمه وعشان انت ما اخبطكيش مثلا في بطنك وانا نايمه ومش واخد بالي وكده. عدت شهور الحمل كلها، لما ولدت ابني بدا ان هو لا انا مش هعرف انام معاكم في نفس المكان علشان الدوشه، بقى يدخل ينام في اوضه لوحده واحنا في اوضه لوحدنا. ابني دلوقتي عنده 2 سنين، احنا بقالنا 2 سنين بالظبط ما نمناش في مكان في نفس الاوضه، وده قراره هو ان هو يعني خد على كده، او ان هو لا يعني ما بيحبش الدوشه، او ان هو ما بيحبش حد يتقلب جنبه على السرير وكده. في وسط الـ3 سنين جواز دول الاقي في شتات مع اجانب، في شتات مع بنات بس ما بلحقش ادخل اكمل يعني في الشات. لما بواجهه بيقول لي انا بنمي اللغه بتاعتي، وهو اصلا بيتكلم يعني كام لغه كده بس اللي هو يعني حاجة بسيطة يعني، فبيقول لي أنا بنمي اللغة بتاعتي. فبقول له طيب ممكن تدخل على أي أبليكيشن أو أي حاجة على النت وتعلم منها. احنا في بيننا فطور رهيب من ناحيته والله العظيم، انا قدام ربنا انا بعمل يعني اللي ربنا ذكره في القرآن كله، وكل حاجة بعرف ان هي حلال وكويسة ودي اللي هتخلي البيت يبقى كويس بعملها. بس هو ما فيش منه اي مشاعر، لدرجة ان احنا بنقعد مع بعض في الشقة والله العظيم قد يكون يعني بنعدي من جنب بعض في الطرقة بيعمل كتفه كده اللي هو عشان ما يقبضش فيا. بصي، من الواضح ان انتوا ارتباطكوا كان ارتباط تقليدي من البداية، وكان هو بيفكر يرتبط علشان يبقى بيكمل نص دينه زي ناس كتير جدا كل حياتهم واقف على انه يكمل نص دينه ويبقى عنده عيال وعنده بيت وعنده زوجة، وهو مش مقدر اساسا يعني ايه جواز. ودي ازمه كبيره جدا كلنا بنمر بيها، ان احنا في البدايه بنبقى مش مقدرين يعني ايه جواز. وناس كتيره بتقدر تتاقلم وتتعلم وتعيش، وفي ناس تانية بتبقى رافضه تماما قصه انه يكون متعلق في رقبته حد، انه يكون مرتبط بحد، ان حد ينام جنبه في السرير، ان حد يشاركه لقمته، ان حد يشاركه افكاره. ومن الواضح كمان ان هو عايش حياته، يعني ما فيش حاجة اسمها يعني بنمي اللغة. وانا عشان انمي اللغة لازم اصاحب واحدة خواجاية، ما في مليون طريقة تانية لتنمي يعني ننمي بيها اللغة، ولا هو كده بينمي يعني ثقافات اخرى جواه؟ ما هو برضو ما ينفعش. وكون ان علاقته بيكي كامرأة في البيت علاقة عابرة، ده حتى اللي متجوزين بقالهم 30 سنة و 25 سنة الحياة بينهم مش كده، في لغة حوار، في كلام، في هات وخد. بصي، انت كل اللي محتاجاه انك تفتحي معاه مواضيع اول باول، وتكلميه وتشاركيه في امور اول باول،
وتشوفي رد فعله هيكون عامل ازاي. لو لقيتيه عنده حالة نفور كامل من انك تشاركيه في اي حاجة، هنا لازم يكون لك وقفة بقى، لانك استحالة استحالة هتتحملي انك تعيشي بالشكل ده لفترة طويلة. لو ما كانش فيه في حياتك راجل، والراجل ده مشاركك أفراحك وأحزانك وضحكك ولعبك والعلاقة الحميمية واللقمة والأكل والمسرحية والفيلم والخروج والاجتماعيات ويوي، دي ما تبقاش جوازة. ده انتوا كده عاملين زي ما يكونوا اتنين مأجرين قطين في شقة، ويادوبك بتتقابلوا في المطبخ وانت بتاخدي حاجة من التلاجة وهو بيعمل فنجان قهوة وكده. وما اعتقدش بأي شكل من الأشكال ان احنا نقدر نسمي دي جوازة. مع الأسف دي جنازة مش جوازة.